محمد شريف بيقضي على الزمالك بقذيفة لا ترد ولا تصد في مباراة مميزة جدا 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 للأهلي، سواء عشوط الأول أو عشوط الثاني. مباراة سيئة جدا للزمالك سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي. هنتكلم يعني في كل حاجة في مباراة النهاردة. استلم الحلقة دي وصلت لك، انزل اعمل لايك عشان الحلقة توصل أكبر عدد من الناس. أول مرة تشوف ننزل اعمل سبسكرايب في قناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، ويلا بينا نخش في الحلقة. حطني رقم واحد في القصير. الزمالك النهارده بدأ بال4 2 3 1 اللي بيبدأ بيها في كل مبارياته. بدأ بالجنش في راس المرمى قدام الونش محمود عليه على الشمال، فتوح على اليمين عزم امام، اثنين في نص الملعب طارق حامد وفرجاني ساسي على الشمال، بن شرقي على اليمين، شيكابالا نص لاعب صانع العاب اوباما، قدام بيلعب بمروان حمدي. الناحيه الثانيه على الاهلي برضه بيلعب بال4 2 3 1 بغيابات كثيره في النادي الاهلي. بيلعب بعلي لطفي كحارس مرمى، قدامه اثنين قلوب دفاع بدر بانون ورام ربيعه. على الشمال بيلعب ايمن اشرف بسبب غياب علي معلول، وعلى اليمين بيلعب برمضان بيكهام بسبب غياب محمد هاني. اثنين في نص الملعب اليو ديانج وعمرو السريه، قدامهم قفشه. على الشمال بيلعب بطار محمد طاهر، على اليمين يلعب حسين الشحات، مهاجم وحيد محمد شريف. وعلى طول لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الاهلي بيروح بهجمه في اول دقيقه في المباراه وشريف بيضيع. ده جرس الانذار الاول. جرس الانذار الثاني اللي انا من وجهه نظري ان الاهلي ان الزمالك عفوا ان الزمالك فضل الشوط الاول مدي الكره للاهلي، مدي الاستحواذ للاهلي، سايب الاهلي بيعمل هو كل اللي هو عايزه ومن غير رد فعل، ولا بنضغط ولا بنعمل هجمات مرتده ولا اي حاجه. طول الشوط الاول للزمالك، الزمالك ما راحش على جون علي لطفي غير مره واحده بس، هي الجون بتاع شيكابالا. غير كده الزمالك ما كانش موجود الشوط الاول. الاهلي هو اللي كان ماسك الكوره، هو اللي بيهاجم، هو اللي بيسدد، هو اللي بيهدد، هو اللي بيسجل، هو اللي بيعمل كل حاجه. اول الزمالك يعتبر ما جاش المباراه سواء على المستوى الفردي او المستوى الجماعي. احمد فتوح بره المباراه، اوت اوف فورم تماما، اتسبب في يعني كان هيسبب في جون، رجعت له الكوره غلط، الونش ده لحسين شحات كان هيجيب جول. دي حاجه. الحاجه الثانيه في كوره الجول الاول بتاعت النادي الاهلي، التغطيه العكسيه بتاعت احمد ابو الفتوح بايظه سيئه زي الخرق. ازاي لاعب يستلم ويلف ويشوط وكل ده وانت واقف بتتفرج؟ ازاي ما رحتش ضغطت عليه؟ ازاي ما رحتش خدت الكوره على الاقل حاول تاخد الكوره؟ لكن لا، انت سبت اللاعب يلف ويشوط بكل اريحيه ويسجل الجول الاول للاهلي في دقيقة 24 او دقيقة 21. طول ال 20 دقيقة دي الاهلي ولا ماسك كورة، هو اللي بيهدد. اللعيبة دي الاهلي كانت بتنزل في بين الخطوط كويس جدا جدا جدا، سواء عمرو السولية او قفشة، واللي كان بيحاول يلعب دور اللاعب اللي بياخد الكورة الثانية او بيضغط نص ملعب الزمالك هو اليو ديانج. بس الفكرة اللي انا مش فاهمها ان في كل المباريات اللي الاهلي لعبها والاهلي قدم فيها شكل سيء، ان الفريق الخصم بيبقى بيضغط على نص الملعب بشراسة، سواء الاهلي بيلعب نص الملعب باثنين لعيبة او بثلاثة لعيبة، لا الفريق الخصم بيضغط على الاهلي بشراسه في نص الملعب بالذات. لكن النهارده شفنا الشوط الاول للزمالك تكاسل غير طبيعي في الشوط الاول في نص الملعب. طارق حامد في تكاسل، فرجاني في تكاسل، حتى لما اوباما بيرجع لنص الملعب عشان يعمل ادوار الدفاعيه بتاعته برده في تكاسل، ما بيضغطش على نص الملعب. ادى ان عمرو السولية قدم شوط اول مميز جدا جدا، شوط اول روعه من عمرو السولية، بسبب ان عمرو السولية بيستلم بكل اريحيه في نص الملعب، بيطلع سرهات برجل يمين وشمال وفي العمق بكل اريحيه في نص الملعب، بسبب ان نص ملعب الزمالك ما بيضغطش عليه وفي تكاسل. الحاجه الثالثه هو الدفاع بتاع الزمالك. شوط اول دفاع غريب، محمود علاء مهزوز، الونش مهزوز، جنش مهزوز، حتى بالفتوح حازم امام الاثنين مهزوزين طول الشوط الاول. حازم امام وفتوح الاثنين ما قدموش اي شكل هجومي ولا اوفر ولا خطوره ولا اي حاجه، بل كمان كان الناحيه الدفاعيه عند الاثنين سيئه. ايمن اشرف كان بيعدي بكل اريحيه من حازم امام وكان بيعمل اوفرات للاعيبه النادي الاهلي. والناحيه الثانيه ناحيه اليمين للزمالك، لولا ان موجود فيها حسين الشحات مع رمضان بيكهام، اي لاعب ثاني غير حسين الشحات كان شكل خطوره كبيره جدا 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 على الزمالك، كان شكل خطوره كبيره جدا جدا على الزمالك. الزمالك النهارده كان المفروض داخل المباراه هو الاجهز، عناصر كلها جاهزه ما عندوش اصابات، هو الافوق، هو اللي المفروض عايز يصالح جمهوره. خرج من بطوله افريقيا عاوز يصالح جمهوره بقى، لكن ده ما حصلش. لعيبه الزمالك بتقدم مباراه سيئه، شوط اول سيء سواء على المستوى الفردي او المستوى الجماعي زي ما قلت. تكتيك غريب من كارتيرون مدي كل الاريحيه للاعيبه النادي الاهلي، تقدم كل اللي هي عايزاه الشوط الاول والزمالك واقف تحت الكوره ما بيعملش اي حاجه، ولا ضغط ولا شراسه هجوميه في المرتدات حتى، ولا بتعرف تطبق المرتده بشكل كويس. الشوط الاول باين ليه اللي حازم امام سيء، فتوح سيء، اوباما سيء، اوباما سيء طول المباراه، بن شرقي ما كانش موجود، فرجيسي ما كانش موجود، لعيبه الزمالك كلها الشوط الاول ما كانتش موجوده. ادى ان الزمالك ياخد الشوط الاول 2-1،
بعد الجون الاول اللي جابه ايمن محمد شريف شيكابالا بيقدم جون مركز شيكابالا, هي مركز شيكابالا, شيكا بيقطم لبره وبيحط في البعيده اي حارس في العالم ما يقدرش يجيبها, جون التعادل للزمالك. بعد الجون ده انا حسيته بس من الامل ان الزمالك لما قدر يمسك كوره وقدر يمشي كوره على الارض شويه قدر يهدد مرمى الاهلي وقدر يجيب جون في الاهلي. ولكن بعد الجون ده يا دوب رحنا خدنا استراحه وشربنا بقين ميه ورجعنا في المباراه على طول الجون الثاني الاهلي. طب الجون الثاني لماذا جه الجون الثاني؟ اقول لك انا لماذا جه الجون الثاني. اول حاجه ميس باص غريب وفي منطقه غريبه جدا جدا لاوباما في ظل الفريق بتاعك واخد الوضعيه الهجوميه وفتح خطوطه بتعمل ميس باص في نص ملعبك بياخدها مهاجم النادي الاهلي, دي حاجه الاولى. الحاجه الثانيه محمود علاء, محمود علاء انت المفروض بطرف عينك تلمح ان حازم امام راجع يغطي المساحه اللي وراك. طالما حازم امام رجع يغطي المساحه اللي وراك انت المفروض تضغط على محمد شريف حتى لو هتعمل فاول وتاخد انذار, بس تضغط على محمد شريف. لكن انت سبت له الكوره اول ما شريف ضغط بدل ما تضغط عليه وتكبس عليه الكوره وتخنقه, لا انت تراجعت لورا واديت الحريه لشريف انه يستلم الكوره ويلف بالكوره وكمان ما ضغطش عليه لما لف بالكوره وسبت له المساحه وفضلت كمان تحلق وتحاول انت ما تخلوش يبص على الطرف وتسيب له المساحه اللي في العمق وتفتح له المساحه في العمق. محمد شريف ما كدبش خطا ما كدبش خبر وشاط بشماله صاروخ صاروخ مداوي يسكن شباك جنش والهدف الثاني للاهلي قبل هذا الشوط الاول. خلص الشوط الاول الاهلي هو اللي ماسك الكوره, الاهلي هو اللي مسيطر, الاهلي هو اللي بيعمل كل حاجه في المباراه, هو اللي بيعمل كل حاجه في المباراه. خلص الشوط الاول, دخل الشوط الثاني الزمالك بتغييرين على طول, خرج شيكابالا وخرج مروان حمدي ونزل سيف الجزيري ونزل زيزا. عندي علامتين استفهام, علامتين استفهام. العلامه الاولى لماذا بدات مروان حمدي في مباراه انت عارف ان انت ممكن تعتمد فيها على السرعات اللي بتلعب كره طويله في ظهر مدافعين الاهلي فالمهاجم يبقى سريع عشان يقتنص الكره الثانيه وياخد الكره ويروح يجيب جول, دي حاجه. السبب الاولى لماذا مروان حمدي في مباراه زي دي لاعب ما بيعرفش يعمل حاجه اللي هو جوه الصندوق, بره الصندوق لا مش موجود. الحاجه الثانيه لماذا ما بداتش بسيف الجزيري, سيف الجزيري نزل الشوط الثاني جاب لك ضربه جزاء وعمل لك خطوره على مرمى الاهلي ووصلك لمرمى الاهلي وعمل لك كل حاجه في المباراه, فلماذا ما بداتش بسيف الجزيري؟ انا مش فاهم, انا مش فاهم. كارترون الف مباراه النهارده, ناس كتير جدا بتقول لك قدمنا مباراه سيئه, ما هو الظلم الظلم وعدم الرجوله من لعيبه الزمالك والظلم اللي حصل في الزمالك ناتج عن كل ده, ناتج عن كل ده. تمشي باتشيكو اللي كان مخليك فريق مرعب حرفيا مرعب بعيدا عن نتائجه في مباراه افريقيا اللي كان ممكن يصعدك عادي جدا في اخر ثلاث مباريات, كان ممكن يكسب لك الترجي هنا والمولوديه وتونجس وتصعد, دي حاجه. الحاجه الثانيه كان في الدوري بيقدم لك مباريات كبيره جدا جدا جدا, بيكسب مباريات كتيره جدا جدا جدا, بيوصلك للمرمى اكبر فرص بيوصل فيها للزمالك المرمى كان مع باتشيكو, باتشيكو كان بيوصل للعيبه بيوصل لعيبه الزمالك للمرمى اكتر من 10 مرات او اكتر من 20 مره في المباراه, وده شفناه في ماتش مولوديه الجزائر. تمشي مدرب بيوصلك بكم الفرص دي على الخصم ولكن سوء التوفيق وتضيع من لعيبته هو اللي ما كانش بيخليه يجيب اجوان, وتجيب كارترون اللي ما بيوصلش اصلا لمرمى الخصم. كارترون جه الشوط الاول ما وصلش غير بكوره واحده بس, وكل كور اللي كان بيلعبها كور طويله وكور طويله وكور طويله بس, هو ده كارترون. يلعب الزون ديفنس, اقفل ملعبك, نزل كل ال 11 لاعب تحت الكوره والعب على الكوره الطويله او العب على المرتده, وده مش كويس. في المباريات الكبيره هتحتاج لخطط بديله, كارترون مش عنده الحته دي. باتشيكو عنده الفلكسبيليتي دي شويه, المرونه التكتيكيه, عنده المرونه التكتيكيه شويه, ممكن في المباراه يلعب لك 4 4 2, مباراه 4 2 3 1, مباراه 4 3 3, حسب المباراه وحسب الشكل. ولكن كارترون هو 4 2 3 1 تحت اي ظرف, اي ضد اي خصم, ضد اي فريق, ضد اي حد, وده اللي خلى ان الزمالك يخرج في المباراه خسران المباراه, لان الزمالك ما قدمش المطلوب, لعيبه الزمالك ما قدمتش المطلوب, كارترون ما قدمش المطلوب منه. شوط تاني موسيماني بيقدر يلعب شوط تاني مميز جدا على مستوى الدفاعي, انا خلاص مش عايز حاجه من المباراه, هنزل لورا, رجع كل لعيبته ورجع كل عناصره, هو مش عايز حاجه من المباراه غير الهجمه المرتده اللي هو هضربك بالهجمه المرتده, ان سمح الهجمه المرتده ليك الاهلي يعني اللي هو يروح بيها يخطف بيها هقدمها, غير كده
انا قافل على كل عناصرك، قافل في عمق الملعب مش بخليك تقدر تشوط عليا من بره المنطقه، وحامي علي لطفي كويس جدا، وكمان قافل الاطراف دي، قابل الوينجات بتاعت الزمالك باتنين لعيبه الوينج والباك علشان ما اديش حريه للوينجات بتاعت الزمالك او اطراف الزمالك تشتغل. وده شفناه كتير جدا من اطراف الزمالك من خنقه على الاطراف كان بتضطر انها تخش عمق الملعب. واحد زي بن شرقي النهارده، واحد زي بن شرقي لو ما كانش موجود في الملعب كان الزمالك ما قدرش يوصل لمرمى الاهلي كتير، كانش يقدر يوصل لمنطقه جزاء الاهلي كتير. واحد زي بن شرقي لاعب مميز جدا، لاعب بيوصلك كتير لمنطقه جزاء الخصم. سيف الدين الجزيري اتمنى اشوف المباراه الجايه فرص اكتر، اتمنى اشوف الزمالك المباراه اللي جايه تحت قياده كارتيرون ما يبقاش بالشكل ده ضد فرق صغيره. مباراه كبيره ضد الاهلي ماشي تلعب زون ديفنس تلعب على المرتده اللي لعبتها قبل كده ضد فايلر وقدرت تكسب المباراه بنفس الشكل، ولكن ضد فرق الصغيره انا ما اتمناش اشوف الزمالك بنفس الشكل اللي شفته الشوط الاول. الشوط الثاني الزمالك نوعا ما يمسك الكوره، ابتدى يهدد مرمى الخصم، ابتدى يحاول يروح على مرمى الاهلي ويهدده، ولكن برضه ما هددوش بشكل المبالغ، كان بيحاول بس على استحياء. علي لطفي النهارده ما شالش غير كورتين، كره ضربه الجزاء والكره الثانيه بتاعت اللي في اخر دقيقه في المباراه. نيجي شويه لضربه الجزاء، عايز اتكلم في كذا حاجه عن ضربه الجزاء. ضربه الجزاء محمود علاء محفوظ هيخش يحطها على يمين الحارس سواء فوق او تحت بس على يمين الحارس، لاعب محفوظ. ليه تدخله يلعب ضربة جزاء زي دي؟ عندك فريق كذا لاعب يقدر يشوط ضربة جزاء، عندك فرجاني ساسي، عندك بن شرقي، ممكن حتى اللي سيف الجزيري، زيزو اللي نزلته، كل دول يقدروا يشوطوا ضربات جزاء، ليه محمود علاء؟ أنا مش عارف، ليه محمود علاء رجع تاني رقم واحد في ضربات الجزاء؟ أنا مش عارف. كارترون واللعيبة قدموا مباراة من أسوأ مباريات الزمالك، النهارده لعيبة الزمالك سمة الرجولة، سمة الرجولة وسمة الخوف على التيشيرت مش موجودة. لعيبة الزمالك النهارده قدمت لنا مباراة وكأن الفريق اللي بيلعب وادي دجلة أو إنبي. فريق صغير، لعيبته بتلعب للمال، بتلعب للفلوس وبس. هل الرجولة هنشوفها في لعيبة الزمالك المباراة اللي جاية؟ أنا أشك. كل الثقة اللي كنا مدينا للعيبة أو كل التشجيع اللي إحنا واقفين في ظهرهم يوم عن يوم، خسارة عن خسارة، في مباراة عن مباراة، الثقة دي واللي إحنا بنشجعهم واللي إحنا واقفين في ظهرهم بتقل. اتمنى لعيبه الزمالك تخيب ظننا وترجع تاني تلعب برجوله، اتمنى الدوري ما يروحش، لسه الدوري في الملعب، فرق 6 نقط، لو الاهلي كسب كل مؤجلاته اللي جايه وانت كسبت كل مؤجلاتك اللي جايه هيبقى فرق بينك وبين الاهلي 6 نقط، وارد الاهلي يقع جدا، وارد انت توقع الاهلي في المباراه الجايه في الدوري يا عالم، ولكن تلعب برجوله، تلعب بشراسه، هنشجعك ونقف في ظهرك ونحاول نخليك تكسب المباريات بصوتنا احنا. لو انت بتلعب برجوله، لكن لو مش تلعب برجوله، مش تلعب بشغف، مش تلعب بخوف على التيشيرت، احنا مش هندعمك. في الاول وفي الاخر ده قرار شخص واحد في مباراه الاهلي والزمالك، مبروك لكل الاهلاويه مباراه النهارده. يعني انا مش عايز اقول هارد لك، بس هارد لك لجمهور الزمالك مش لعيبه الزمالك، هارد لك للجمهور اللي بيتحرق دمه، الجمهور اللي بيزعل، الجمهور اللي بيتضايق، الجمهور اللي مزاجه بيتعكر، الجمهور اللي بينام زعلان، هارد لك لكل جمهور الزمالك اللي زعلان. اتمنى المباراه اللي جايه ما نزعلش، جمهور الزمالك يفرح، يرجع تاني للفرحه. سوء حظ غير غريب، يعني سوء حظ غريب مع لعيب الزمالك، مش مع لعيب الزمالك، سوء حظ غريب مع جمهور الزمالك. كل مباراه عن مباراه بنحط امل بنخسر، كل مباراه عن مباراه بنحط امل على اللعيبه دي والمدرب ده والفريق بنخسر. اتمنى المباراه اللي جايه الزمالك او جمهور الزمالك يرجع تاني للامل ويرجع تاني يفرح. سوء حظ غريب لجمهور الزمالك، ولكن ان شاء الله الايام الجايه تتعدل. ندعي كلنا في الايام المفترقه دي ان ربنا يعدل الحال للزمالك، بس في الاخر ده قرار شخص واحد في مباراه الاهلي والزمالك وديربي القاهره اللي فاز فيه الاهلي على الزمالك 2-1 مجددا. قول رايك انت في الكومنتس، قول توقعاتك، هل بالفوز ده خلاص الاهلي حسم الدوري اكلينيكيا او نفسيا والزمالك يخسر الدوري زي كل سنه، ولا ممكن الزمالك يقدر يرجع تاني وياخد الدوري من الاهلي؟ قول توقعاتك في الكومنتس، ولو حضرتك بدل ما تنساش تعمل لايك، ولو اول مره تشوفني اعمل رياكشن حتى توصل لاكبر عدد من الناس، ولو اول مره تشوفني انزل اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس علشان يجي لك كل جديد، وتكون على السوشيال ميديا في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك، بتويت على تويتر، وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.